اليوم تحدثنا عن موضوع الآليات والمستحدث من قانون التنفيذ وآلية التطوير فيه. من ضمن الأمور عندنا اللي احنا تكلمنا عنها موضوع المنع من السفر. المنع من السفر وأحد الأمور المهمة عندنا، وهي كيفية اقتضاء الشخص لحقه من خلال منع الشخص المدين من السفر. كيف نمنع من السفر؟ يصدر قرار من قاضي محكمة التنفيذ بمنع من السفر. إذا بنتكلم من هو الشخص الذي يمنع من السفر، بالإمكان أن يكون هو شخص بحريني أجنبي أيا كان، يمنع من السفر كلا بحسب مقدار دينه. ممكن يكون البحريني هو لا يخشى من فراره من البلاد، لكن إذا كان عليه مبلغ كبير بالإمكان أن احنا نمنعه من السفر. مدة المنع من السفر هي يعني حددها القانون، هي مدة 3 أشهر وتجدد إلى 3 مرات متتالية. كذلك ليش نمنع من السفر؟ ليش البنوك والمصارف اللي احنا قاعد نتكلم في الطاولة المستديرة بخصوصهم اليوم؟ هذا القطاع قطاع مهم في البحرين، قطاع رائد يقوم عليه اقتصاد البلد، قطاع يحتاج إلى حماية كذلك. فالقانون وضع لهم حماية من خلال كذلك المنع من السفر وتهريب الأموال إلى خارج البحرين. منح القروض من قبل البنوك للمؤسسات والأفراد وضمان استردادها بموجب قانون التنفيذ الجديد وتسخير تقنيات التحول الرقمي في ذلك، كانت محاور ندوة نظمتها جمعية مصارف البحرين بحضور ممثلين عن وزارة العدل، وزارة الداخلية، مصرف البحرين المركزي وجهات معنية أخرى. هذا النوع من أنواع الاجتماعات هام جدا بالنسبة لتنسيق التعاون والعمل ما بين المصارف بمختلف أنواعها والشركات حتى العاملة في مجال التمويل غير المصرفي والخدمات القضائية المتعلقة بالتنفيذ على أموال المدينين التي قد تكون موجودة لدى هذه الجهات. الحقيقة مع التطور الضخم في التطور التكنولوجي على مستوى التكنولوجيا المالية بكافة أدواتها والتواصل الإلكتروني والرقمي الفوري بينهم، كان لازم أن منظومة التنفيذ أيضا القضائي يكون لديها ذات القدر من السرعة في التعامل مع الأموال اللي بطبيعتها حركتها سريعة وتنتقل من مصدر إلى آخر ومن وعاء إلى آخر. هذا اللقاء اليوم بيحط كثير من النقاط على الإشكاليات اللي بتواجه كل من الطرفين، سواء الطرف اللي بيسعى إلى التنفيذ اللي هو الممثل في الدائن ويمثله في هذه الحالة إدارات التنفيذ في المحاكم القضائية، وما بين كل جهات التي قد يكون لديها أموال متعلقة بملفات التنفيذ دون الإخلال لا بمقتضيات السرية اللازمة لحماية أموال المدعين ولا بمقتضيات حماية أموال المدعين بأنه ينفذ عليها أكثر مما يجب. هنا بتكلم على المدعين لدى كل الأنشطة البنكية المالية المصرفية وغير المصرفية. بداية قانون التنفيذ هو من القوانين الحديثة اللي صدرت مؤخرا في مملكة البحرين، وهو قانون خاص بتنفيذ الأحكام والسندات الصادرة في الأمور والمسائل المدنية والتجارية. والقانون لأن الحقيقة هو متطور جدا، فمن أجل تنفيذه بشكل فعال يحتاج تعاون عدة جهات. اللي احنا اليوم موجودة معانا في هذه سلسلة الطاولات المستديرة لأن كل جهة يكون عليها دور معين في وفق أحكام هذا القانون، ناهيك عن دور المنفذ الخاص. عشان تكون هذه الجهات كلها تعمل على صفحة واحدة وتكون كل المعلومات، تبادل المعلومات كلها بشكل صحيح ودقيق من أجل يعني التطبيق الأمثل لأحكام قانون التنفيذ، هناك يعني هو مجرد أفكار متبادلة اللي هي مسألة قد يكون من المهم وجود شاشة موحدة لتبادل هذه المعلومات الخاصة في ملاءة المنفذ ضده. مثلا شاشة واحدة يظهر فيها الأصول المملوكة للمنفذ ضده، الأموال، السيولة النقدية، الأسهم، السندات، العقارات وغيرها من المنقولات وكذلك العقارات. فإذا وجدت كل هذه الأصول والممتلكات والأموال في شاشة واحدة وممكن بعدها الشخص متخذ القرار سواء كان القاضي أو كان أحد الجهات اللي هي المخاطبة بقانون التنفيذ، ممكن تكون عندها الصورة أوضح في تنفيذ أحكام القانون لكي يعمل بطريقة فاعلة. يعني نهاية خلنا نقول الهدف الأسمى لقانون التنفيذ هو إعطاء كل ذي حق حقه ويعني وجلب الحق إلى صاحبه، وهذا بطبيعة الحال بيؤدي إلى استقرار المجتمع واستقرار المعاملات المدنية والتجارية. طبعا اليوم تكلم في أي دعوة مدنية يطلب من المدعي عليه الإفصاح عن الأموال اللي عنده. طبعا
إذا كان شخص ما أفصح هذه جريمة تعتبر جنائية اليوم، ويتم تحويل القضية من النيابة العامة إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية لسؤال المتهم في الدعوة المدنية، تنتقل إلى متهم في قضية جنائية. طبعا إذا بالفعل أثبت التحريات أنه أخفى هذه الأموال أو عدم الإفصاح عنها، يتم تحويل هذه الجريمة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وممكن تصل الجريمة هذه إلى الحبس لمدة 2 سنين.